المستفيد الأكبر من خلال هزيمة أولمبيك الكاف وتعادل الملعب الجابسي هلال المساكن بعد انتصاره ضد الاتحاد بن قردان في مساكن بالذات 2-0، مباراة كان حاضر فيها فخر الدين ساسي وطارق الجابسي. اتحاد بن قردان يبدأ المباراة بقوة وحاول الوصول مبكرا لمرمى حمدي بيوض اللي تألق وتصدى العديد الهجمات الخطيرة. النجاعة كانت حاضرة من الجهة المقابلة ومن أول هجمة يتمكن بسام المناعي من تسجيل أول أهداف الهلال. الهلال حاول تسجيل الثاني في أكثر من مناسبة وخاصة عن طريق صانع ألعاب وعبد الكريم الشت. الاتحاد بدوره حاول التعديل في آخر الشوط الأول، لكن صلابة الخط الخلفي للهلال وجاهزية الحارس حمدي بيوض منعوه من نيل المبتغى. في 45 دقيقة الثانية أتيحت للهلال عديد الفرص الصالحة للتسجيل، إلا أن المناعي وأداما ما تمكنوش من تجسيمه. ضغط الهلال المتواصل على دفاع الاتحاد أثمر ثاني الأهداف من أقدام أداما بعد تمريرة ذكية من محمد باباي. وأثر هالهدف رفع الحكم الورقة الحمراء في وجه لاعب الهلال أحمد المرموش بعد اعتدائه على أيمن الرهيف. جاتنا ماتش هو صعاب، ما تخسرنا وتعادلنا وما تدخلنا فينا الشك، الحمد لله جاي الربح زندوبة وجاي الربح هذا اللي بشي يأكد إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله معناتها واحدة واحدة ما نقولوش صعود إن شاء الله بشوي بشوي واحدة واحدة وكان شيء الصعود مرحبا بهم. الإنسان لازم يكون هادي باش يقدر يكون مركز وباش اللاعبين ياخذوا منك الهدوء، إذا كانت تكون على أعصابك وما عادش أنت تركز واللاعبين ما عادش يركزوا. الحمد لله أنا كنت مركز في المباراة، كنت هادي واللاعبين قاموا بالواجب نتاعهم، نشكرهم على المردود اللي قاموا به. كان نرجعوا ترجعوا شريط المباراة باش تلقوا انه اتحاد بن قردان كان افضل في 30 دقيقة الأولى. بعد 30 دقيقة الأولى وبالتحديد على اثر ارتكاب خطأ على فرحات الكسيكسي، تخمرت وقعت مناوشة بين الكسيكسي وواحد اللاعبين، تخمروا وقت الملاعبية وجات بعد اثر دقيقة ولا دقيقة ونص ضربة زاوية لهلال المساكن اللي تمكنوا باش يسجلوا الهدف الأول نتاعهم. صحيح بعد الهدف الاول هو اللي خرجنا عن الموضوع، خرجنا على الطرف في اللعب احنا نسميه كورنا بالقديم مساكن قاعد تلعب الكره طويله والتيران ذايب. بصراحه ما فهمتش علاش، انا نطلب من السلطات اللي تابع مساكن هذوما يشوفوا كيفاش يشوفوا حل في التيران ذايب، خاطر بالحق ما تنجمش تكور فيه.